بيكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. البارحة تلعبت الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية، تحديدا لحساب المجموعة الثانية. في المتلوي نجم المكان انتصر بهدف دون مقابل أمام النادي الصفاقسي. هدف المقابلة الوحيد سجله كونغولي شونس مونزينغا في الدقيقة 75. التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة مستقبل المرسى وضيفه نادي البنزرتي، واتحاد تطاوين تعادل كذلك مع اتحاد المونستيري بنتيجة 2-2. فريق عاصمة الرباط كان تقدم في النتيجة في زوز مناسبات. الدقيقة 45 للمالي بوبكر تراوري افتتح النتيجة، ودريس المحيرسي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64. اتحاد تطاوين عمل رياكسيون وذلل الفارق في مناسبة أولى عن طريق اللاعب السنغالي محمود ديالو في الدقيقة 70. نفس اللاعب سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86. من البطولة الوطنية نمشيو للمسابقات الإفريقية. في تشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي فاز البارح على مضيفه ديوان البوركيني بنتيجة هدف دون مقابل في مدينة ياموسكرو الإيفوارية لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة. الهدف الوحيد للمباراة سجله الجزائري محمد أمين توغايف من ركل الجزاء في الدقيقة 28، بعد ما ضيع ياسيم رياح ركل الجزاء قبله ب 12 دقيقة تحديدا في الدقيقة 16. هذا باش تلعب مباراة الإياب نهار 30 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقر ببيرادس دور حضور الجماهير بسبب العقوبة المسلطة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على فريق بسويقة. في كأس الكاف النادي الإفريقي انهزم البارح أمام مضيفه نادي باهير دار كينيمال أثيوبي بنتيجة 2-2 ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة. افتتح الفريق الأثيوبي النتيجة في الدقيقة 45+3 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90. بعد هزيمة البارح فئة كبيرة من جماهير الإفريقي عبرت على غضبها من مردود الفريق ومن الخسارة قدام نادي يعتبر مغمور في القارة الإفريقية. وصل الأمر حتى للمطالبة بإقالة المدرب سعيد السيبي حيث اعتبروه المسؤول الأول على الخيبة. فريق بيب جديد مطالب بالتعويض في مباراة الإياب اللي باش تلعب في ملعب حمادي العقر ببيرادس نهار 1 أكتوبر المقبل من انطلاقا من الأربعة متاع العشية. أعلن الهلال الرياضي الشابي عن تأجيل جلسته العامة الانتخابية. أسباب التأجيل ترجع لعدم ورود ترشحات لرئاسة النادي خلال الفترة النيابية المقبلة، هذا وتقرر إقامة الجلسة القادمة نهار الجمعة 27 أكتوبر المقبل. نمشي لكرة القدم الأوروبية، هات نعطيكم برنامج أبرز المقابلات اللي باش تتلعب اليوم. في الكالتشو الإيطالي 5:30 ساليرنيتانا يستضيف تورينو، و8 غير ربع فيرونا يستقبل بولونيا. في البريمير ليج 8 غير ربع بيرنلي يحل ضيف على نوتنغهام فوريست. في الليغا الإسبانية مباراة السهرة 8 متاع الليل باش تجمع بين غرناطة وجيرونا. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على سيت تونيزي نوميريك.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي الناس الكل.